صبحي مع أعزائي محبي وعشاق الكرة المصرية من مشاهدي قنوات أون تايم سبورتس مع خامس لقاءات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة نسخته 62 لقاء بيجمع ما بين الدراويش أصحاب الأرض من استاد إسماعيلية أمام فريق الإنتاج الحربي في رحلة البحث عن الهدف الأول. الفرقتين ما سجلوش في الأسبوع الأول، الإسماعيلي طلع بنقطة من مواجهة القناة من درب القناة مع النادي المصري، أما نادي الإنتاج الحربي ففي أول يوم على طول اتغلب من نادي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء. سلامات للمدير الفني للنادي الإسماعيلي البرازيلي هيرن ريكاردو في مباراته من على الخطوط أمام القدير الكابتن مختار، مباراة برازيلية مصرية من على الخطوط. روح طيبة قبل بداية اللقاء، لكن خلينا نبدأ بتشكيلة البرازيلي. محمد فوزي في حراسة المرمى، نادر رمضان، مروان الصحراوي اللي تألق وكان نقطة مضيئة لجماهير الإسماعيلي في اللقاء الأول، دونجا ورضوان شريفي في خط الدفاع، عبد الرحمن مجدي، عمر الوحش، مدحت فاقوسة وعماد حمدي في خط النص، وأري بابل مع روج فخر الدين بن يوسف اللاعب التونسي المتألق في صفوف النادي الإسماعيلي هيكون القوة الهجومية للدراويش النهارده. أما الكابتن مختار ففي رحلة البحث عن هدف الأول بيختار أحمد يحيى في حراسة المرمى، علي فتحي، محمد الشبيني، محمد بازوكا، أحمد علي في خط الدفاع، اتنين ارتكاز، غنام محمد، مصطفى الجمل، أمادو نياس ناحية اليمين، علاء سلامة ناحية الشمال، ومحمد فييرا وباسم مرسي، اتنين مهاجمين في تشكيلة الإنتاج الحربي. حكم الساحة الكابتن محمود البنا اللي أمامنا في الكادر بيعاونوا كل منا مصطفى عطية وعماد العقاد وخالد منسي حكم رابع، وأمامنا في غرفة الفار محمود ناصف، سعيد حمزة. هل يتدخلوا النهاردة؟ هل يكون لهم قرارات؟ هل نشوف ضربات جزاء؟ هل نشوف إلغاء لأهداف؟ هل نشوف اعتماد أهداف؟ كل الكلام ده من مهام الفار. هل نشوف طرد لعيبة؟ كل الكلام ده من مهام الفار، تدخلات الفار اللي احنا عارفينها واللي حضراتكم أكيد حفظتوها عن ظهر قلب. بدأ اللقاء، تاني لقاءات اليوم الثاني من الأسبوع الثاني. اللقاء اللي كان قبل ده على طول كان بين الجونة والمصري البورسعيدي، المصري اللي تعادل مع الإسماعيلي 0-0 في الأسبوع الأول، نجح إن هو يسجل هدف عن طريق الحريف أحمد رفعت، ولكن وولتر بواليا بينضم لقائمة اللعيبة اللي سجلت هدفين في أسبوعين، 6 لعيبة حتى الآن سجلوا هدفين في الدوري، والمنافسة شديدة قوي على الهدافين من البداية من بدري كده على طول، اللعيبة يعني على طول عندها الحماس الكبير ان هي تكون هدافي من هدافي الدوري او في قائمة هدافين الدوري. وولتر بواليا بيتعادل لنادي الجونة علشان النادي المصري ياخد نقطة تانية. ادي فرصة للإسماعيلي من اول دقيقة، ولكن أري بابل كان ممكن يسجل، والكورة بتطلع ضربة مرمى لصالح الانتاج الحربي. هذه الكورة هل كان فيها اوفسايد؟ لا دي ما فيهاش اوفسايد ابدا. ونبدأ نشوف التدخلات اللي ممكن تغير في نتيجة اللقاء. ادي باسم، لو سبق هنا باسم لحق كورته، عايز يلعب العرضية، وادي العرضية في منتهى الخطورة، فييرا، اسيست من باسم والفينش من محمد فييرا، واول هدف لنادي الانتاج الحربي هذا الموسم. الضغط لنادي الانتاج، المبادرة كانت للاسماعيلي، لكن نادي الانتاج الحربي التالتة تبتة، رأسية من باسم وكرة تانية انقذها محمد فوزي، والتالتة تبتة محمد فييرا يسجل، ومختار يتفوق على هيرن ريكاردو. 1-0 في الدقيقة 16، ادي اللمسة، يوصل باسم، اخر نفسه ووصل لكورته، محمد فييرا هرب من نادي رمضان وحطها بشماله. حلوة، ادي الكرة الامامية، وادي التاكلينج من دونجا، المفروض تاكلينج الكرة برة، المفروض الراجل يعمل تاكلينج الكرة تطلع برة الملعب. الفاول لصالح الاسماعيلي، 25 دقيقة باقي تلت ساعة، عبد الرحمن مجدي يلعب الكرة العرضية، ظبطها المرة دي، حلوة فرصة الهدف، والهدف هدف التعادل، عماد حمدي يأتي بالهدف، هدف التعادل للدراويش. ايه حكاية الأخطاء؟ النهاردة أوكازيون أخطاء من المدافعين، الشبيني ولا أحمد علي مش مهم، الإسماعيلي بيسجل في الدقيقة 25 من كورة مكررة، مرة والتانية والتالتة، الكرات العرضية من ناحية اليمين، عبد الرحمن مجدي ملك الأسيستات يعمل الكرة العرضية وبيكمل عماد حمدي، هو مميز في الرأسيات لكن المرة دي بيخلصها. ادي الكرة من عبد الرحمن مجدي، يطلع على الفاضي احمد يحيى ويمسك الهواء، والكرة خطأ من دفاع الانتاج الحربي، هنشوف ادي العرضية طلع على الفاضي تترد مرة تانية، احمد علي شتت بالخطأ، يلحقها عماد حمدي قبل محمد الشبيني ويسجل هدف التعادل لصالح النادي الاسماعيلي. انتاج لسه ولا نقطة خارج الديار، نشوف الكرة دي الأول، كرة ناحية شمال، وادي العرضية، الروج، يا ولد، عبد الرحمن مجدي يسجل، يقطع في القلب ويسجل من جملة ثلاثية تدرس،
1-3 يدرس للدرويش. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هدف المتعة، هدف الحلاوة، هدف التقدم للدرويش، عودة للدرويش بعد التأخر بهدف محمد فييرا. النادي الإسماعيلي مصمم إنه يطلع الشوط الأول وهو متقدم، فريقين عايزين يسجلوا، لكن الرغبة أكتر عند النادي الإسماعيلي. عبد الرحمن مجدي اتفرج على الكورة، اتفرج على الموال من أوله، الموال من أوله حلو. أري بابل يستلم للروج، يلعبها حلوة قوي، عبد الرحمن مجدي واحدة والتانية تقطع الشبكة، التانية شومة في المرمى، هدف تاني لصالح النادي الإسماعيلي، 2-1. عبد الرحمن مجدي النهاية لصالح الشوط الأول، الشوط الممتع من أحلى المباريات ومن أحلى الأشواط هذا الموسم. شوط ريكورد من الفرص، ريكورد من المتعة، وريكورد من عدد الكيلومترات اللي اللعيبة جريتها في أرض الملعب. محمد هاشم يلعب الكورة، لكن البنا بيطلق صافرة نهاية المتعة، نهاية الشوط الأول بتقدم الدرويش بعدما كان الإنتاج الحربي هو صاحب المبادرة بهدف لمحمد فييرا في الدقيقة 16. الدقيقة 25 عماد حمدي يسجل من فولو ومن كرة ثابتة لعبها عبد الرحمن مجدي اللي بيجي وبيسجل هدف التقدم للنادي الإسماعيلي في جملة هي الأروع في اللقاء، 1-3 ما بين آري بابل والروج، وختمها عبد الرحمن مجدي. أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس، استراحة قصيرة على أمل العودة مع أحداث الشوط الثاني. عودة للاستوديو مع الزميل العزيز كريم خطاب ونجوم التحليل الكابتن محمد صلاح أبو جريشة، كابتن محمد أبو العلا، والكابتن محمد زيدان. تحياتي مؤمن حسن. حوار ما بينه وما بين البنا، كابتن مختار تقدم وهيرن ريكاردو بيتعادل وبيتقدم وبينهي الشوط الأول متقدم في لحظات أخيرة من عمر 45 دقيقة أولى كانت كفيلة أن النتيجة تبقى 3-1 أو 2-2 في انتظار معطيات الشوط الثاني. وصل الإسماعيلي فرصة فرصة فرصة، لكن التسديدة ضعيفة قوي، تسديدة ضعيفة قوي من عمر الوحش. آري بابل لعبها له، لعبها له، هيئها له حلوة قوي، والسكة كانت قدامه مفتوحة. عمر الوحش ما صدقش نفسه ان هو منفرد، ان هو ممكن يسدد، عدلها بشماله لكن اتضغط عليه من الشبيني، وتسديدة ضعيفة من قائد الدرويش وتطلع ضربة ركنية للإسماعيلي. رايح لها الأنجولي، تتلعب شورت كورنر لعبد الرحمن مجدي، يردها لآري بابل على القائم البعيد، والرأس هي كان ممكن، لكن بازوكا، بازوكا لسه الفرصة للدرويش، لسه الفرصة المطالبة بضرب الجزاء. فخر الدين بن يوسف، هل الفار يبقى له قرار؟ نرجع للهجمة المرتدة لصالح نادي الإنتاج، 4-2 لو تصرف بسرعة. اتأخر قوي، اتأخر قوي وضاعت خلاص الهجمة المرتدة. وهنا النادي الإسماعيلي، هنا النادي الإسماعيلي في إنذار، في إنذار لمدحت فقوسة. رجوع البنا للشاشة، يبقى الحكام قالوا له ارجع، ممكن يبقى فيها بينالتي، ممكن يبقى فيها بينالتي. هيرجع البنا، ادي الكورة، وادي الصحراوي مع بازوكا، اتنين قلبين دفاع، لكن فين؟ في 18 الانتاج الحربي. الماتش قلت لكم ممكن يتقلب، ممكن التلاتة واحد تتعاد مرة تانية. انا مدي ايه؟ مدي ايه؟ مدي فاول للانتاج الحربي، مدي فاول للانتاج الحربي. البنا ما اقتنعش، ما اقتنعش ان بازوكا متعمد، ما اقتنعش ان فيها بينالتي لصالح الدراويش، وادى الامل للانتاج الحربي للعوده للقاء. ديون اخطاء، لكن مين يستغل بقى؟ تترد مصطفى الجمل، يرقص واحد، يجي رقص الثاني ياخد فاول. ابتدت الفاولات تزيد في نص ملعب الاسماعيلي، مصطفى الجمل، لكن بص الروح الرياضيه، بص الروح الرياضيه العاليه، الروح الرياضيه العاليه. عمر الوحش، وادي دونجا، دونجا في شد هنا عند اللاعب مصطفى الجمل اللي بيلحقه عمر الوحش، اللي بيلحقه عمر الوحش. في انذار هنا من البنا لمين؟ لدونجا. انذار لدونجا، يضم الجو علاء، يلعب الكرة الأمامية، خطر خطر خطر، جول جول الانتاج الحربي. علاء سلامة بطل الاسيستات، يلعبها لمحمد عبد المجيد اللي بينفرد وبيسجل، تبديل ناجح جدا، 10 على 10. مختار، مختار لو قايل له انزل سجل الهدف الثاني مش هيعمل كده. محمد عبد المجيد يسجل الهدف الثاني للانتاج الحربي ويزود متعه اللقاء في الربع ساعه الاخير. بص هنا علاء سلامه، ودي باك يمين، وقفه جول، حتى وقف علاء سلامه جول، هيعمل لك الباص، هيعمل لك الثرو، هيودي محمد عبد المجيد. حلوه حلوه حلوه، ثرو يدرس. اللعيبه اللي بتتعلم البينيات تتفرج على علاء سلامه.
وصلنا لاربع اهداف قبل كده. الاهلي عملها امام نادي مصر المقاصة. ادي الكرة الامامية الاسماعيلي، محمد الشامي، الشامي هيعمل ايه؟ الشامي عمل الباص لمحمد صادق. يا ولد 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 يا ولد، محمد صادق عنوان المتعة، عنوان المتعة في هدف رائع. ارتو قول بلاي ستيشن قول، اللاعب محمد صادق يحطها بحرفنة، يحطها بمعلمة، يركنها ركن. يا ولد يا ولد يا ولد. ركنية علاء سلامة يلعب العرضية، وادي الرأسية مش ممكن، باسم مرسي يعملها باسم ويسجل التعادل 3-3. مباراة مجنونة، مباراة مجنونة، المتعة حضرة. وباسم وعلاء سلامة كلمة السر، يلعب الكرة العرضية رأسية من على القائم الأول، وباسم يخطف الكل. ده خطفنا أنا في الكرة دي، حذاري من الأخطاء هنا. تترد لشكري نجيب، تترد مرة تانية عبد الرحمن مجدي، تسديدة البلياردو، البلياردو تطلع برة عبد الرحمن مجدي القائم الأيسر. النهاردة الكابتن مختار بيلعب ب 12 لاعب، وصافرة النهاية، صافرة النهاية، القائم بيمنع المتعة، بيمنع الهدف السابع، وبيمنع الثلاث نقاط من الدراويش. القائم الأيسر لأحمد يحيى. مباراة ممتعة، مباراة حلوة. شكرا لريكاردو، شكرا للكابتن مختار، شكرا للاعبي الفرقتين. تحياتي مؤمن حسن.